عبد اللہ بن مسعود گروپ وہ آپ کے سامنے تلاوت پیش کرتے ہیں. یہ سورت بروج کی اسی طرح سے آیات کو تقسیم کر کے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء شاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود فما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود صدق الله العظيم.